الله يسعد لي اوقاتكم تعبين، يعطيكم الصحة والعافية. طريقة الكبس الفليفلة المخللات طبعا بشكلها كلها، يعني طبعا نفس الطريقة، بتجي ملح وخل وسكر نفس الطريقة، كل كاسة مي بدها معلقة ملح ومعلقة خل ومعلقة خل أو معلقتين ومعلقة سكر كل كاسة، والأفضل تغلوا المي قبل ما تحطوها، تغلوها وتخلوها تبرد بعدين تسووها مخلة، بتطلع ظابطة معكم وبتضل محافظة على حالها. ما شاء الله تبارك الله، شايفين شي بشهي، هذا من أسبوعين كابسته، شايفين عليه ما أحلى، عم يقرش قرش. يسعد لي أوقاتكم حبايب قلبي، يعطيكم الصحة والعافية. اليوم بدي أكبس المخلة، عندي مخلل فليفلة وعندي جزر، قلت لا اكبس هون وجهزه عشان شهر رمضان، كسر من لساني، بدي اعبي الفليفلة، انا معبي الفليفلة مجهزة كمان، طبعا كابسة انا فليفلة الكبيرة، شايفين عبين بهالطريقة نكبسه. طبعا انا كل كاسة مي بحط لها معلقة ملح صخري ومعلقة سكر ومعلقتين خل، انا عندي هدول هالشغلات هيك مقطعته انا، كلهم لشهر رمضان بلاقيين الواحد جاهزين، هلا بس فيهم شي لشهر رمضان، ابو 20 يوم. كل سنة انتو سالمين، عاد عليكم الصحة والسلامة يا رب. انا 5 معالق، قصدي 5 كاسات مي، بدي احط 5 معالق ملح، واحدة اثنتين ثلاثة اربعة هي 5، بدي احط 5 معالق سكر، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة 5، عندي كل كاسة بدها معلقة خل أو معلقتين، الخل بطيبة إذا حطيناه، لا طبعا بدنا نحركهم عشان نحطهم فوق المخلة. بدنا نحركهم ونكتهم فوق الفليفة والجزر، طبعا بعد اسبوع بتاكل منهم بصير جاهزين للاكل. شايفين حبايب قلبي بكورهم بهاي الطريقة، هاي الفليفلة كمان شايفين، نكمل تعباية الفليفلة. عندي توم بالبقلة، التوم المخلى، أنا بحب التوم بالمخلى بصراحة، تعطينا نكهة طيبة. انا غاليه المي، الافضل انه تغلوا مية المخلة، عرفتوا عليه بيجي احسن وقت تكون مغليه مية المخل، مية اللي كنت تحطوها للمخلة احسن. عندي أفرز أنا كابسته من أسبوعين لأرجيكم إياه عشان ما نستنى، هدول بعد أسبوع بيتاكل منهم، خلص صاروا جاهزين، بعد أسبوع بصيروا جاهزين عندي، شايفين؟
شايفين بجيب الأطراز اللي كابسته. هذا المخلل أنا كابسته من أسبوعين. هاي الفليفلة الكبيرة مقطعة أنا قطع هيك بالطول وكابسته، لأنه بتاخذ مشان ما تاخذ حجم. شوفوا منظرها ما شاء الله، هاي من أسبوعين، شايفين منظرها ما أحلاها ما شاء الله تبارك الله. هاي الفليفلة من أسبوعين ما أحلاها، ما بدك بتقعد ما بتخرب. طبعا مي مغلية تكون يعني غاليتها ومبردتها وعاملة مية المخلل فيها الأفضل. شايفين شلون منظرها شي بشح ما شاء الله. طبعا بدكم تقيموا المخلل، حاولوا تقيموه يعني مو بإيدكم، تقيموه بالشوكة بالشي شغلة يضل محافظ على حاله. شايفين منظره بيقرش قرش. طبعا أنا صايمة اليوم الثاني، صايمة هنا يعني. شايفين أحلى منظره ما شاء الله عليه، شايفين شوفوا أحلى شي بشهب، عم بيقرش قرش. شايفين طلع عم بيقرش قرش ما شاء الله تبارك الله الله تبارك الله. شايفين حبايب قلبي احلى مخلل، ودون بعد اسبوع بنقدر ناكل منه، وهذا من اسبوعين مساويته. لا تنسوا اللايك حبايب قلبي، واللي مو مشترك عندي يشترك ما شاء الله تبارك الله. لايك وتعليق حلو مثلكم، ربي يسعدكم ويحفظكم ويسلمكم يا رب.